أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نصغر بعض أسماء الله مثل عبد الرحمن نقول دحومي أو دحيم، وعبد الله نقول عبادي ونحو ذلك؟ هذا ما هو تصغير، هذا يسمونه النحت، يسمونه النحت. دحيم دحيم هذا نحت يسمونه، يؤخذ من كل اسم حرف ويجمل الجميع ويسمونه النحت، هذا ما هو تصغير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.